عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني. وضعية إبداعية موجهة لسنة تانية ثانوي عن رقة الطباع وحسن معاملة الآخرين. رقة الطباع وحسن معاملة الآخرين من الصفات الحميدة التي تزين الإنسان وتجعله محبوبا من الجميع. تشبه رقة الطباع وحسن المعاملة لحنا يطرب القلوب، فهي تلامس الأرواح وتنير المشاعر، ويعطي أصحاب رقة الطباع وحسن المعاملة العطاء دون انتظار مقابل، يساعدون ويسامحون من يخطئ، يساعدون ويسامحون من يخطئ في حقهم، ولا يحملون الحقد في قلوبهم، ويصغون باهتمام إلى الآخرين ويحاولون فهم مشاعرهم، ولا يتعالون على الآخرين بل يتواضعون ويعاملون الناس بصدق وأمانة. فمن يحلي نفسه بهذه الصفة سيحظى بسعادة حقيقية في حياته، كما يساهم في نشر الطمأنينة والمحبة والتعاون بين الناس، ويجعل العالم مكانا أفضل، ويلغي الفوارق الاجتماعية ويقرب الناس ليصبحوا كتلة واحدة من قوى الأخوة. علينا أن نبتعد عن القسوة والغلظة والعصبية، لأنها من الصفات التي حذرنا الإسلام منها. ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا قوله: وقول الناس حسنى. صدق الله العظيم. ولذا علينا أن يكون تعاملنا مع الناس برقة الطباع وحسن المعاملة والاحترام، فما أجملها من صفات. التعجب نضع علامة التعجب عند القول، أفعال القول نضع النقطتين، ضع الشاهد بين المزدوجين، الفاصلات التزم بالفاصلات بين الجملة الأخرى، ضع فاصلة والنقطة وغيرها من علامات الترقيم، اترك فراغ بداية المقدمة، اترك فراغ بداية العرض، اترك فراغ بداية الخاتمة لتنظيم الموضوع، ترك فراغات عند بداية كل فقرة جديدة. شكرا وإلى اللقاء.